18 دقيقة 17 دقيقة تحديدا على كاب اف ام. السلام عليكم الناس الكل، بما كنتوا في الاستماع خلطنا لقاية دبارة اليوم مع شاف امين بن عيسى. شاف امين اهلا بيك. اهلا بيك. شو احوالك؟ سافا لاباس؟ والله الحمد لله. نسلم على مستمعين كاب اف ام الكل وعلى الكتاب الكل، وان شاء الله يكونوا بصحة جيدة وعافية في الحال. وانت شو احوالك شاف لاباس؟ المهم والله الحمد لله بوسنطيق الاخر وفورم وديها كما نتيح نقولها نعيشوا كل يوم ويوم. والله العظيم شاف امين محليك حسيل ومحليه المورال نتاعك. يلا نمشيو الناس كل مع بعضنا لدبارة اليوم. دبارة اليوم دبارة اليوم ولا دونك شاف امين شو عنا في الانتري اليوم؟ ما شنو دبارة اليوم؟ عنا دبارة تونسية كلهم من تونسي اليوم. اليوم شنو نعمل صحيح تونسي؟ هاي صحايا التونسي. هاي كيفاش شاف امين عم بيصحايا التونسي؟ يعني باش ناخذوا ايبا وديك الجمرة، ايبا طماطم شوية بصل ونحطوهم مورا بعض. باهي باش ناخذوا ام سلاطة ام كحولية، نعمل ناخذوا كعكين سنيريا نحطهم فيهم وبعد نرحيوهم. باهي نفوحوهم كيف كيف شوية هريسة عربي شوية كمون فيها ام كحولية، نحط فيها شوية كمون جيب لينا برشا. هاي ثلاثة مشوية نشويو كعيبة طماطم قرايم فلفل نلحيوهم بالربو ولا نعشيهم بديلة. أنا ثلاثة أنا سلايط عندي. هاي نرسو العظيمة بتاعنا العظمة ولا عظم اللي يحب تذوب العظم ايش يعمل؟ هاي نحط الماء يسخن، الماء يسخن ويهبط العظمة يشد بالوقت كرونو دقيقتين. باهي خرجوا العظمة بتاعنا، نحطوا ثلاثة خضرة، ثلاثة مشوية، نحطوا اللوم الخورية، نفقصوا العظمة في الوسط، نحطوا فيها كعيبات فوقها كعيبة زيتون، كعيبة كفار، كان فما بطاطا مصموتة زادة نقصوها ونحطوها في بعضها، نرقصوا شوية هريسة عربي مع الزيتونة فوقها، وفوقها نحطوا هكا شوية البن والليمون والكفار والفاريون، وحين نتاعنا حاقة. وكا جرينة فلفل بلعبية. هاي شيف وفلفل مطير هكايا. هاي ولا مسير امي ودي كيف ما يتلوع طبعا من جميع تنزيدهم نحق شوية في التكتير خاطر نخلاف عليهم يا جماعة غريك. هاي وديجا نهار بداية طويل دونك كهو احنا ننصحوا كهو. يلا شيف امي من غير ما نبدأ نشاهيه في العبيد كيما قلت. يلا سينوبي في السويت شيف امي شو عنا اليوم؟ السويت باش نعملوا طاجين ورقة ملبوخ. طاجين ملبوخ ناخذوا ستة أوراق من اللوطة وستة أوراق من فوق الهيس وزينة ناخذوا ونحطوها في الآخر. الكل ندهنوهم كل في الزبدة، الأوراق الكل ندهنوهم في الزبدة وبعد نركبوهم. باهي. نحطوا ستة من اللوطة نفرشوهم هكايا ونفرشو بعضهم ومن بعد ياخذوا الخليط نتاعنا نطيبوهم كيما نقولوا سبت دجاج 250 غرام دجاج بلون دو بوزي معها ونفتشوها في حارتين عظم. عارفين عظم نحط معاهم شوية بطاطا شوية مع النور، البطاطا تكون محمودة زيادة وإلا محلية، شوية مع النور شوية بصل شوية تمنيح كان صمر، ونخلطوها مليح مليح ونسيو نطوحوها نحطوها الكركم زيت زينة زورنا عشر فترة شوية، ونحط معها الجبن الملحي مقدار مدري. نغطيوها كل بالصورة الكل، وبعد نحطوها في صور 200 درجة لمدة نص ساعة يبدأ عنا الطاجين خايف معدل مخبوط. خليوه يبرد مليح وبعد نحطوها براد مع طحين تونسي روعة فيها عالمية. عالمية على الآخر شيف امين. دايرك نتفرجوا حتى في الصور الموجودة توا على الباج، حاجة ممتازة وحاجة تشهي شيف. باهي سينو شنو عنا في ديسير اليوم؟ بالنسبة للديسير اليوم حبيت نحكي على الزريب. الزريب هو يقولوا معناها يعملوه كان في وقت ولادة، ولكن هو الزريب نوع من انواع الفتيسة يوم معناها حاجه باهيه وبنين ويقنع وحتى للسهريه اللي هو يتكون في نفسه طيب زين ماشي خلج زين ماشي طيبونهم شحور اما خاطر العسل غالي شويه طيبونهم شحور اللي هي مقدار كما نقولوا سويت في كيف طيب سكر طيب سكر باش نحطوا عليه مغرفه ونص قرن نعم طيبوا شحور نتاعنا يكونوا يعمل خيط ما بين السوابع وبعد باش ناخذوا الكريم نتاعي ونصبوا الشحور على الثلج مزيان في نحطوهم في كسرونه من الكسرونه ونبداو نعقدوا فيه بشويه بشويه نعقدوا فيه بشويه بشويه ليه يولي لاستيكي تحسوا لاستيكي ما نصبوش الشحور الكل خاطر الثلج برد احنا
احنا هاو كشحور يقعد اسمه بيه حاجات اخرين زاد ويقعد كل مره اسمه بيه نحطوه في الدبوزه ونحطوه اسير له شكل ونعرضه الغربة على الجهاز الغربة الوطة غربة على الجهاز الغربة الوطة مين تبدأ تشم في ريحة الزين الزين طالعة والبنة تاع الزين طالعة وقت يبرد نعبيه في كيسين قلقل صحاب الشفاه وما نزيدوه حتى سيدنا لا نزيدوه لازيد لا نزيدوه زبدة لا نزيدوه حليب خليه شحور وزين الزين اما تبدأ يكون مليح من المرميطة نتاعك فوالا دونك الزرير محلاه الزرير شاف مين والبنه اللي فيه سورتو كيما قلت لك تقنع والشحور والسكر حاجه بنينه شاف دونك نعاود نذكر مساج كالعاده المستمعين تاعنا اللي خطوا علينا توا بدبارتنا لليوم بديناها باللونتري تاعنا صحي تونسي السلايت الكل موجوده دونك ناخذ كعيبه طماطم كعيبه بصل ورد القمره باش نعملوا السلايت الاولى نعملوا سلايت تاع مكحوريه زاده معاهم كعيبتين سفنيريا نصمتوهم في الماء سفنيريا وشنو اخر شاف مين سفنيريا وبطاطا سفنيريا وبطاطا بطاطا هي من بعد نقصوها مربعات مع بعضها فهمتي مش الحوار ونصمتوهم الكل بالطبيعه نفوحوهم لفاح كيما نعرفوا كالعاده لكن المره هذه لازمنا نزيدوا الكمون قلت لنا شاف مين للكمون مع سلطه تم كحوريه حاجه ممتازه جدا جدا به زينو سلطه مشويه سلطه مشويه بالنسبه نزيدوها زيد للصحين التونسي بتاعنا دونك سلطه مشويه كي الناس كلنا نعرفوا قرينه فلفل كعبات طماطم نشويوهم الكل من بعديك نظفوهم ونحطوهم في الروبو ولا بالمهراس كما قبل شاف مين فما شكون يحب يشم ريحه قبل بالمهراس هاي سينو نحطوا السلايت نتاعنا نجم نزيدوهم كعيبتين عظم هكا يبداو مروبين دونك نحطوهم في الماء لمده دقيقتين هكا هاو نحطوا السلايت نتاعنا الكل وفي الوسط كعيبه العظم تبدا مروبه وبنينه مع شويه الهريسه العربي هكا نفوقوا من فوق شويه زيتون شويه عشان الكبار شكون يحب الكبار شاف مين شكون يحب الزيتونه كبار ليمون فاريوند فوالا اي شاف مين اي فوالا اسمعني وصلنا نصحكم ما تفتتوش معناها حطوهم ماكيت اللي فات كاملين شي شاهي بالقريه اوه عالميه شاف به برشا يلا يزينا مشتينا يلا سينو نمشيو للطاجين ملسوقه دونك الطاجين ملسوقه نتاعنا باش ناخذوا تزينه ملسوقه ناخذوا ست اوراق ورقه ملسوقه اللي تحطوهم باللوطه لكن 12 ورقه ملسوقه يلزمنا الكل ندهنوها بالزبده من بعد نطيبوا البات نتاعنا اللي بتكون 150 غرام دجاج مع نزيدوهم حويرتين عظم نزيدوهم بطاطا مسموطه بصل السبناخ نفوحوها كما يلزمك الملح والفلفل الاكحل والكل دونك نزيدوهم والكركم زاد اي الكركم زاد نسيتو شاف مين سينو نزيدوهم 100 غرام جبن مرحي ونحطوها في الفور لمده 30 دقيقه على 200 درجه وهكا السويت نتاعنا يكون حاضر نمشيو للديسير اللي باش يكون الزرير ناخذ رطيل جنجلان مرحي نحضروا الشحور نتاعنا رطيل سكر ومغيرفه ونص قارس دونك هكا الشحور نتاعنا حاضر والجنجلان حاضر نصبوا الشحور على الجنجلان ونعصدوهم مع بعضهم لين يولي قلت لنا شفامين لين يولي بريسك لاستيكي شويه وكريحه الجنجلان تطلع في الدار وريحه الزرير تبدا عامله بعمايلها شفامين في الدار تبدا تشهي فينا توا وتشهي في الدار الكل شايفه يلا سينو ميرسي بوكو ليك شفامين على تبارت اليوم دونك تفاصيل الكل تلقاوها اكثر فاكثر هذا هو المنيو تاع اليوم قال يعجب الساده المستمعين فوالا شفامين يعطيك الصحه شيف دونك نتلقاو ان شاء الله غدوه في موعد جديد من تبارت اليوم هذه تبارت اليوم